شاء الله. كابتن محمود اجي لك، يمكن الموسم ابتدى كان صعب عليكم وكان موسم فيه تحدي، مش عايز اقول ان هو كان في عدم توفيق السنه اللي فاتت، واحنا عارفين الظروف اللي كانت ايه، ولكن انتوا دايما ما بتدوروش على اعذار، ما توفقناش يبقى احنا السبب، دايما انتوا كجهاز بتقولوا كده، حتى ما بتقولوش مبررات، برغم المباراه كانت واضحه للكل. الموسم كان صعب عليكم، شغالين الموسم ده بمنتاليتي، الفكر ايه يا كابتن؟ والله طبعا هو السنه اللي فاتت موسم عدى وراح، احنا كجهاز ومع اللعيبه دايما عندنا حته اللي هو خلاص احنا بطوله او صفحه واتقفلت، بنفكر دايما في اللي جاي، ما بنبصش ورانا. احنا متعودين الحمد لله من واحنا لعيبه من اجيال اللي قبلنا دايما النادي الاهلي نادي بطولات. الموسم اللي فات عدى كان فيه خساره، ما كانش فيه توفيق الحمد لله، اتعلمنا منه ان احنا نرجع ونقف نبقى اقوى من الاول. السنه دي بدانا الموسم، اول بطوله لعبناها كانت بطوله السوبر، ربنا كرمنا فيها الحمد لله. بس قبل السوبر كمان يا كابتن معلش لعبنا اربع مباريات مع الزمالك، اربع ماتشات واربع مباريات ما كانتش على بطوله، ومع ذلك بالظبط انتوا كنتوا بتنزلوا كان المباريات دي مباريات مكسب. يعني هو الموضوع بالنسبه لنا ماتشات الاهلي والزمالك دي ماتشات بتبقى يعني ديربي، من واحنا بنلعب ماتش الزمالك ده بيبقى حاجه لوحده كده، بطوله لوحدها دايما بيننا وبينهم. السنه دي لعبنا الزمالك اربع ماتشات، كانوا معانا في الدور الاول في الدوري في المجموعه، لعبناهم ماتشين، ماتش على ارضنا وماتش على ارضهم. ماتش على ارضهم كسبنا 3-0، اللي على ارضنا كسبنا 3-1. بعدين في الترتيب من الواحد من اول للثامن اللي هو الترتيب بس يعني من واحد لثمانيه، الحمد لله كسبنا. وبعدين رجعنا تاني لعبناهم في سوبر ماتش سوبر الحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا. وكانت الماتش الخامس كان ظروفه صعبه، يعني لا قدر الله لو كنا خسرنا الاربع ماتشات اللي فاتوا ما لهمش لازمه زي السنه اللي فاتت، يعني ضغط عليكم كجهاز وضغط على اللعيبه ان انت ممكن في ماتش يضيع كل حاجه. بالظبط زي السنه اللي فاتت، احنا السنه اللي فاتت برده كان ماشيين بنفس الطريقه، كسبنا الزمالك كان لعبناهم تقريبا ثلاث ماتشات وكسبنا الثلاث ماتشات، وجينا في البلاي اوف في الدوري خسر، يعني اول ماتش كنا كسبانين 2-0 بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل خسرنا 3-2، بعدين الماتش اللي بعده كسبنا 3-0، والماتش الثاني خسرنا 3-2، وفي الكاس نفس الموضوع، خسرنا اول ماتش كسبنا ثاني ماتش خسرنا الثالث. هي الفكره ما تبقاش انت يعني اللي فات ده كله اللي احنا لعبناه الفتره اللي فاتت دي كلها كان ترتيب، لكن المهم زي ما حضرتك بتقول كان ماتش البطوله بالظبط كده، ماتش البطوله يعني هو ده اللي كان علينا ضغط كتير جدا طبعا. جدا احنا خسرانين السنه اللي فاتت، كان لازم نصالح مجلس الاداره ونصالح الجمهور بتاعنا. النادي الاهلي نادي بطل، احنا يعني سبحان احنا مش واخدين على الخساره، صحيح حتى لما بنلعب ماتش ونبقى كسبانين الماتش ممكن نكسب ماتش 3-0، نعم، بس احنا كجهاز واللعيبه خلاص الموضوع ده بقى جوه اللعيبه، اللعيبه بتبقى خارجه حتى لو الاداء مش المطلوب منهم، اللعيبه بتخرج مش فرح، تحسهم مش فرحانين. هو ده اللي احنا اتربينا عليه، ان انا بكسب ولازم اكسب بشكل كويس، لازم اكسب بسكور كويس، مش مجرد مكسب. بالنسبه لنا الفوز ما بيبقاش مجرد مكسب بس، لا مكسب ونتيجه واداء. انتوا بتدوروا على كده طبعا، المكسب والاداء طبعا، مش بس ان انا اكسب طبعا.